وصلنا هلا للفقره الزراعيه ومع المهندسه الزراعيه المبدعه امل القيمري. اهلا وسهلا فيك امل. صباح الخير، اهلا فيك. صباح الورد، كيف امورك؟ تمام الحمد لله. اشتقت لك زمان ما طلعت معك. أنا شايفه زمان، هو انا هلا معظم حلقاتي صارت برا. مع الربيع حلو صراحه، كثير حلو انك تصوري من برا، لانه بتعرفي اللايف يعني التصوير لبرا تشوفي النبته على طبيعتها كثير شيء حلو. بس برضه احنا بنشتاق نشوف النباتات باستديو. وانا بشتاق لرؤيه الزراعه والنباتات طبعا. بشتاق لك انت كمان اكيد. طيب اليوم رح نحكي معك أمل عن نباتات قديمة خففنا هلأ من زراعتها. شو الأسباب؟ يعني إحنا هاي النباتات مبدئياً المعانا هي جزء من النباتات اللي بدنا نحكي عنها. طب ليه، شو الأسباب إنه زي هاي النباتات بطلنا نزرعها؟ شوفي روان، أنا صراحة يعني هلأ في معاي نبتتين أو ثلاثة كتير تغلبت لقيتهم، وهذا إشي صراحة مؤسف، لأنه كتير حلو إني أجدد وأحط نباتات جديدة وإشي مودرن، لكن بالمقابل في عنا نباتات كتير كانت يعني كانوا ستاتنا وأمهاتنا لازالوا بعض منهم بزرعوها، كانوا يزوروا بعض يأخذوا أصفات من بعض، يعني أعطيني أصفة والله هاي عجبتني، وكانوا يسموها أقصف وأغز، كانوا يقصفوا ويحطوا بالماء ولسه بيقدروا. يعني حلو إنه نضل محافظين على هاي الأشياء الحلوة، ونباتات حلوة، مش يعني مش تقولي إنها والله مو حلوة. وأي إشي أخضر أصلا حلو طبعا. يعني حبيت اليوم أعمل بس شوية تجديد لمعلوماتنا وتذكير لهم. طيب حلو، معناته أنت حكي لنا عنهم وارجعي شجعينا وشجعي اللي عم بتابعونا بدنيا دنيا أن نرجع بالضبط، وهو هذا الهدف. طيب بلش من عندك أول نبتة. إيش هاي؟ رح أبلش من عندي هاي النبتة اللي هي الإسبيدسترا أو ورق الصالون. هلأ هاي النبتة بس عشان أورجيكي قديش صار صعب، أنا رح أشيل هاي بس شوي عبنا. أي ولا هلا هاي قديش صعب اني الاقيها، ما لقيتها، اضطريت اخلعها من نبته كبيره عندي بالتفسيخ. طبعا هي ما رح تخرب طبعا، عشان هيك شوي بتلاقي عصفار شوي، لانه هلا اولها اي نبته بتقدر بتفسخيها اكيد بتتعب. ورق الصالون من النباتات اللي كتير حلوه، خضاره حلو زي ما انت شايفه، حجم الورقه كبير. بس النقطه الوحيده انه هو بيعيش بالظله، يعني ما بيحب الشمس، الشمس ممكن تلسع ورقه. لكن بشكل عام نبتة كتير حلوة، وفي ناس كتير عندهم أواوير من زمان مزروعة فيها ومعبية بطريقة كتير حلوة، وبتضلها عايشة فترة ورق طويلة. الصالون وبتضل عايشة حتى إذا في عنا بالحديقة عادة ووتر ثيم، يعني إذا في عنا اللي هي هاي أول وحدة مسكيها والله أمل، بس عشان تأخذها الكاميرا. شوفي يعني ورقتها شوي يمكن ورقتها كبيرة تعبانة، ورقتها كبيرة كتير حلوة. إسبيدسترا بعيد الاسم أو ورق الصالون، ودائما إذا في عنا مثلا نافورة بالضبط، شوفي شو حلوة. كتير بسيطة النبتة، إذا بدي أقول لك عليها إصابات يعني بدون مبالغة عمري ما شفت عليها إصابة والله أبدا. لكن بتحب المية، بتحب الظلة، ودائما أي نبتة بتحب الظلة ما بتحبش تعطش كتير. فإحنا بنعطيكم حل في الحديقة لمكان ظلة ما في شمس، وحل حلو. بس بالبيوت ممكن كمان تخش جوا البيت مدام بتحب. شكرا لك. انه انت بتقدري تزرعيها جوا البيت اذا عندك صالون فيه اضاءه حلوه. وما عم نحكي الاضاءه هون، دائما ما بنخربط بين شمس واضاءه، انه يكون في زي شرح. صالون بالزبط. شرح بتقدري تحطي فيه الاسبيدسترا او ورق الصالون. يعني هي نركز انه هي بدها ظل، ما بدهاش عتمه، يعني ما يكونش بدها يعني هلا اذا كثير عتمه بصير الموضوع طبعاً. ممكن على طول صعب لكن بشكل عام انه اذا ما في عندي بالحديقة أول شيء إضاءة كتير مباشرة، بقدر أحط الإسبيدسترا أو ورق الصالون، أو بالبيت مش الشمس مباشرة. تمام، خلينا ننتقل للثانية. هاي أنا بعرفها بس قفص اسمها الصدري. القفص الصدري اسمها بالضبط، بس هاي أنا بشوفها عند بيت ستي وهيك ممكن تكون موجودة. شايفة شو التعبير؟ إنه هذا الإشي قديمة. كنا نشوفه عند زمان، يعني عند ستنا، يمكن هلأ البعض في عنده منه. هاي النبتة اللي معك اللي معي هلأ هاي مستوردة، مش إنتاج البلد. يعني متخيلة أنت أنه أنا عشان ألاقي قفص صدري رحت اشتريت مستورد أو جبت مستورد؟ يعني لأنه هي طول عمرها عايشة ببلادنا بالضبط، إحنا عنا وناجحة بضوء قليل، ناجحة بضوء كتير ناجحة. فلا بالعكس، يعني أنا كتير بحب أن نرجع نزرع القفص الصدري. وهاي الورقة اللي معي تلمع شوي لأنها جديدة. لا هو معروف بأنها القفص، وسموها القفص لأنها زي ما تقولي مقطعة هيك زي شكل القفص زي ما أنت شايفة، ومعظمنا بيعرفها يعني مش صعبة. هلا من النباتات اللي كتير بحب اني اذكر فيها نبتة الشمعة او الهوية. اوكي تتعلق هاي عشانها بتنزل تتعلق، رح اقدمها لقدام. هلا نبتة الشمعة هاي برضو مستوردة. اوكي
لاحظي ورقتها. حلو لونها. موشحة. لونين. لونين. هلا اللي عندنا احنا في بيوتنا واللي متعودين عليها اللون الاخضر اللي انا ما قدرت الاقيها. هلا لسببين، لانها قليله، والسبب الثاني انها الشمعه من النباتات اللي ما بتتحمل البرد. فهلا لسه اللي انت الشمعه ما نزلها على السوق لانها بدها دفى صراحه. اذا بتمسكي ورقه الشمعه حتلاقي انها كثير واكسي، كثير شمعيه، شمعيه فيها مخزون من المي، مما يعني انه انا مش ضروري اسقيها كثير. حساسه شوي لموضوع العناكب، تعطي زهرة رائعة جدا، لها زهرة، زهرة كبيرة مركبة على لون يعني ما بعرف لونها كتير غريب. يا ريت بنقدر يعني ان شاء الله نشوفها. اذا بعد فترة زهرت عنا بورجيكم اياها. طب زهرتها بمواسم معينة ولا بموسم يعني ولا دائما؟ هلا كمان شهر زمان بتبلش ربيعية بالصيف. يعني بدك تقولي هلا مرات مرتين، لكن بشكل عام تقدر تقولي مرة بالسنة. مرة واحدة. وكتير حلوة على زهر فاتح جدا. نبتة الشمعة أو الهوية. الهوية هي بتحبش البرد كتير على كلها. يعني ننسى موضوع خارجي لأنه بالشتاء رح تضرب طبعا، إلا إذا حابين نطلعها لفترة معينة بوقت ندخلها. مدام حلو فكرة التعليق، إذا بتعليها برا ممكن تلاقي لها كتير مكان حلو. جوة بالضبط، إذا عندك ترس أو بيرجولا أو هيك تقدر تعليقيها يعني. طب أمل بدي أسألك، اللي بتقولي عنهم مثلا ما بدهم سقاية كتير قدي يعني شو يعني قدي كل قدي نسقيها؟ شوفي إحنا عادة بالصيف هلأ المتعارف عليه وبعمان خلينا نقول بسقوا مرتين بالأسبوع. يعني ماشي الحال، يعني ممتاز بتقدري تقولي. هلأ بالشتاء كل 10 أيام كل أسبوع، لكن أنا دائما ما بقدر أعطي أو ما بحب صراحة أعطي رقم، لأنه كل بيت إله خصوصيته، إله الحرارة اللي فيه، صح، إله الدفء برودة حسب يعني. فمنفضل أنه هذا برجع للتجربة، لكن بشكل عام مرتين بالأسبوع بالصيف بكفي. بالصيف طبعا لسه ما بلشنا مرتين لانه لسه ما في حراره عاليه كثير، مش زي الصيف اللي هي الدرجات العاليه. طيب ننتقل للنبته الرابعه، هاي اسمها متعارف عليها المكحله. مكحله هلا كلنا بنعرفها المكحله، هي اسمها تراديسكانتيا. المكحله نبته بتجنن كثير حلوه، في منها اخضر وفي منها اللي على حمار، هذا اللي معنا لاحظي لونها. يعني شوفي على الشاشه ما احلى هالمنظر، بدي اقول لك لونها بجنن كثير حلو، كثير حلو. إذا حابين تحطوها بالحديقة بصير، نرجع وبنقول نباتاتي معظمها صراحة بالحديقة بالظل، وهذا برضه مشكلة عند البعض إنه الناس مش الكل عنده ظل، وطبيعي لأنها هاي معظمها داخلي فبالحديقة ما بتزبط بالشمس. عرفتي الفرق؟ المكحلة من النباتات اللي كتير حلوة، بقدر أزرعها في حديقتي برا لكنها بتضرب بالبرد. سهلة سهلة جدا، وفي منها أخضر اسمها تراديسكانتيا أو المكحلة. هلا هاي أصفت معي روان، قلت لك بالسيارة. بالسيارة ببساطة بقدر آخذ هاي الأصفة وأزرعها. طب يعني أنا آخذ الأصفة أزرعها عندي على طول. على طول. والله بتاخذش وقت انها تطلع؟ بس يعني زي ما بنقول دائما بالتعقيل نعرف وين الاتجاه. انا عم بلف عشان نعرف الاتجاه. نشيل الورق اللي تحت. هيك معلش عشان بسرعه، انا بعرف انه ما في وقت. لاحظي هلا صار عندنا الساق من تحت فاضي وصار عندنا ورقات فوق. هاي بغزها في البيت موس بس وبزرعها. يعني هاي طريقه التعقيل. لاحظي العقله جاهزه. ممكن هاي تطلع لي زي هاي كثير لقدام. يعني مش حتطلع لك فجاه طبعاً، بس لا بس يعني ممكن مع الوقت بتطلع. والله كثير سهل. حلو، عشان هيك كانوا عن جد ستاتنا بالضبط اقصف غزه كانوا يقولوا خذي من عندي. ويتبادلوا الاصفاء كثير شيء حلو. كثير شيء حلو. طيب هاي كثير حلوه مبدئيا عن جد معبيه. خنشاره. خنشاره الخنشاره بس اسمها او فيرنز اسمها كبير عليها، هي حرام ناعمه يعني. هي كثير ناعمه، كثير حلوه، خضارها بجنن، كلنا بنعرفها، معظمنا بنعرفها. قولي صراحة الخنشارة، في ناس لسه محتفظ بالخنشارة في بيوته، كتير إشي حلو. ما بتحب الشمس المباشرة، بدناش نحكي ما بدنا نجمل إنها خارجي، خارجي ما بتزبط إلا إذا عندك ترس بالصيف ممكن تحطيها تحت فيا، لكن هي بشكل عام داخلية. تعشق المي بكل النواحي، سواء يعني تحبش طوبارتها تكون عطشانة، ترابتها دائما لازم تكون رطبة دائما. إذا عندك خنشارة في البيت بنصح كل أسبوع تحطيها بوعاء كبير من المي، لو بتغطسيها وبتطلعيها تاخد حاجتها وتنبل بتحسي إنها نعنشت. كيف على زي ما هي قصدك أنت؟ كلها زي ما هي، يعني إذا بدك تحمليها هلأ اعتبري القوار اللي تحت في يوميه، نزليها اغمريها في مي أغمريها. وطلعيها يعني اغسليها قد ما هي بحاجه للمي يعني. قد ما هي بتحب كثير المي. بتعرفي ليه؟ بركي لانها كثير وراقها بحاجه انها هي طبيعه روان. يعني هي طبيعتها بتحب الرطوبه. هلا في نباتات بتحب تعطش بين الريه والثانيه، في نباتات تتحمل قله مي، الخنشاره بتحب المي كثير. بس تعرفي اللي بتطلع عليها ما بيميز اذا طبيعيه ولا صناعيه. صح. لتمدي ايدك عليها تمسكيها هي كثير يعني شكلها كثير حلو زي الصناعيه، حلوة زي كأنها صناعي. وكتير ناس بصادفهم بقولوا لي إنه
جبنا خنشارة وما زبطت ما عاشت. يعني أنا بقول كل شيء بده شوية عناية وشوية بحث عن طبيعة احتياجات النبتة. مظبوط. طيب ننتقل لهاي ربيعية جدا هيك مع ورودها. إيش اسم هاي النبتة؟ هاي اسمها طبعة الدبوس. اسمها الجديد المودرن امبيشنت، مش جديد هو اسمها امبيشنت او طبعه الدبوس. في منها نوع ثاني اسمه دادا هندي بالسوق، ورقه اعراض وزهره اكبر. طبعه الدبوس شيء كثير قديم، يعني زمان كانوا يزرعوه، جديد صار يعني شوي ينوجد بالسوق لكن مش بكميات. يعني انا اشتريت قبل فتره 5-6، هلا عم بدور مو لاقيه، قالوا لي اللي نزل نزل، هلا بدي استنى شوي. فطبعة الدبوس من النباتات اللي جدا جميله بالحديقه، عن جد حلوه. انا يعني ولاحظي اللون الفوشي، في لون على اورنج شوي، في ابيض، في كذا لون، في على احمر. اسمها طبعة الدبوس البطيخي. طبعة الدبوس في ناس بيقولوا لها الدبوسه. كثير حلوه، بس حلوه بتحب رطوبه، بتحب الفيه، يعني اذا عندي شجره كبيره تحتها. يعني ما انا قلت لك هلا بما انهم معظمهم داخلي، معظمهم مش كلهم بنفعوا داخلي، فبالتالي خارجي ما حيتحملوا شمس قوية، ما بتحملوا، عرفتي؟ فطبعة الدبوس كتير حلوة، كتير بنصح فيها. يمكن شوي حساسة للعناكب، لكن برضو تكاد إصاباتها يعني تكون كتير قليلة قليلة. بس تعرف إيش حلوتها؟ وأنا بحب هذا، يمكن الستايل اللي بيكون كتير أخضر وبينه هاي الألوان، قديه بعطي هيك منظر حلو. وبعدين يعني هي ماخذة شيب لحالها، هي ماخذة الشكل الدائري صح لحالها، يعني بدون طبعا ولا أصل ولا ترتيب. لكن للأسف بالبرد ما بت يعني ما بتسمع، ما بتستحمل، ما بتضلها. إذا إجا صقيع وبرد اعرفي إنك بدك ترجعي تجدديها الأسبوع. وللي بحب هاي الأمور إنه يحطوا، يعني ممكن أنزل هذا القوار اللي أنت شايفتيه روان قديش كبير، أحفر بالأرض وأنزله بدون ما يبين، بصير. فهذا حل للي بحب، ويرجع ويشيله وقت البرد. يعني ده غلبة طبعا. فعلا الحديث معك شيق، وأنا يعني لو في كمان نباتات منكمل لهنا كان شعبالي، بس عن جد حلو. ولكن عن جد أتشكرك أمل القيمر المهندسة الزراعية على هاي الأشياء دائما الحلوة والخضار اللي بتجيبي لنا إياه على الاستديو، بحسسنا بالربيع. صحيح صح. شكرا كثير لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا.